بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على البدن السليم، السلام على المغسل بالدماء، السلام على خامس أصحاب الكساء، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا أبا عبد الله، الله أي دم في كربلاء سفكاء، لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك، وأي خيل ضلال بالطفوف عدت على حريم رسول الله فانتهكا. يوم بحامية الإسلام قد نهضت، له حمية دين الله إذ ترك، رأى بأن سبيل الغي متبع والرشد لم تدر قوم أية سلكا، والناس قد عادت إليهم جاهليتهم كأن من شرع الإسلام قد أفكا، وقد تحكم بالإسلام طاغية يمسي ويصبح بالفحشاء منهمكا، لم أدر أين رجال المسلمين مضوا، وكيف صار يزيد بينهم ملكا، العاصر الخمر من لؤم بعنصره، ومن خسائسة طبع يعصر الودكا، هل كيف يسلم من شرك ووالده ما نزهت حمله هند عن الشركاء، لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى التوحيد ما فتكا، قد أصبح الدين منه يشتكي سقما، وما إلى أحد غير الحسين شكا، فما رأى الصبط للدين الحنيف شفا إلا إذا
دمه في كربلاء سفكا وما سمعنا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداوي إذا هلك يقل قر واستقر يا دين جدي وبشروطي أنا الذي أشفيك من هالمرض والطيب وشعلتك يا دين جدي والأماجيد قال لي يا ابو السجاد بشكي لك من يزيد ناداه عندي لك دواء والسقمك يفيد أنا ذخرني لك مداوي عالم الغيب بأي الدواء يا حسين بتعالج الجسمي ترى علتي صعبة يا ابو الشيمة وسقمي قل بداوي علتك من فيض دمي ذبحي إلى الشيعة ولك فدوى موعد أبا عبد الله أنا خاف ذبحك يا الولي يا الولي يهدى مركاني وابقى بلن يكفي الحاير في زماني قال لي أنا بذبحي أشيد لك مباني وكل من لف منظام عندي أبد ما يخي بذبحي وذبح أهلي وشباني يلبدو لازم أسوي لك اسم في الدار مشو وخلي الخلق تحجي فضايح يا معاش وهذا الأمر مكتوب لي من عالم الغيب لولاك الفرض يا حسين ماتم وحق قلبك المنة ثلث وحق قلبك المنة ثلث ماتم إلك بقلوبنا منصوب مات يا يمل ذكرك يا غريب الغاضرية أريدني أحن طيب يا قلب فاطمة هي يمل ذكرك يا غريب الغاية يا غاضرية ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى لأجل سلامة إمامنا وطبيب أنفسنا وتاج رؤوسنا بقية الله الأعظم صاحب العصر والزمان ولتعجيل فرجه الشريف ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد
يطل الإنسان على هذه الحياة الدنيا وتتجاذبه مئات من العلاقات والروابط. هناك علاقة تربط الإنسان بأبيه، علاقة بأمه، علاقة تربط الإنسان بأخوته، علاقة تربط الإنسان بأصدقائه، علاقة تربط الإنسان بأهله، بولده، علاقة تربط الإنسان بمتعلقاته، علاقة الإنسان بلباسه، علاقة الإنسان بمسكنه، علاقة الإنسان بأرضه. الإنسان يعيش وسط شبكة من العلاقات، هذه الشبكة عريضة واسعة جدا. سعادة الإنسان مرهونة بسلامة هذه العلاقات. كل علاقة من هذه العلاقات تفرز مجموعة من الواجبات والحقوق. هذا طبيعة أي علاقة. علاقة الإنسان بالله عز وجل تعني هناك حقوق، تعني هناك واجبات يجب على الإنسان القيام بها تجاه الله عز وجل. علاقة الإنسان بأبيه ماذا تعني؟ تعني وجود حقوق وواجبات يجب مراعاتها. هذه الحقوق والواجبات ساحة مهمة جدا في الثقافة الإسلامية. للأسف الشديد شريحة واسعة من المؤمنين لا تولي هذه الساحة أهمية، الأهمية التي تتناسب مع موقعها وأثرها. يتصور هذا المؤمن أن مقياس الإيمان يتحدد فقط وفقط بالصلاة والصيام وأداء الفرائض التي افترضها الله عز وجل عليه، أداء العبادات كما يصطلح عليها. إذا أردنا نقيس إيمان الفرد نقيسه من خلال مدى ودرجة أدائه للفرائض التي افترضها الله عز وجل عليه. أنا لا أريد أن أقلل من شأن وقيمة هذه العبادات والفرائض، لكن أريد أن ألفت الانتباه إلى الساحة الأخرى وهي ساحة الحقوق والواجبات. تلك الساحة يشير إليها أئمتنا سلام الله عليهم المعصومون عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويجعلونها المقياس لتحديد الإيمان، لتحديد المؤمن. في الأحاديث ورد هذا المضمون كثيرا: لا تنظروا إلى قيام الرجل، إلى كثرة قيام الرجل وكثرة صيامه، ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأدائه الأمر. شوف صدق الحديث، أداء الأمانة في ساحة الحقوق والواجبات كما هو واضح. هذه الساحة ساحة غاية في الأهمية، والإسلام لم يترك شيئا إلا وأوضح ما ينبغي للمؤمن تجاه ذلك الشيء. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة في خطبة له يقول: فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم. شوف بقعة الأرض، قطعة الأرض التي تملكها أنت مسؤول أمام الله عنها. الحيوان أجلكم الله أنت مسؤول أمام الله عز وجل. الإمام زين العابدين سلام الله عليه في رسالة الحقوق رسم لنا بصورة رائعة جدا، رسم لنا بصورة رائعة جدا خريطة الطريق لأداء الحقوق والواجبات. حق العين، حق الأذن،
حق اللسان، حق اليد، حق الرجل، أعضاء الإنسان. ثم ينتقل سلام الله عليه يبين حق الأم، حق الأب، حق الأولاد، حق الإخوان. ما شاء الله، يعني بصورة رائعة جدا ينتقل ينتقل إلى أن يبين سلام الله عليه حق الباري عز وجل، حق الله جل. هذه الحقوق، هذه الواجبات يجب مراعاتها. سعادة الإنسان متوقفة على ذلك. ونحن للأسف الشديد، للأسف أقولها بكل صراحة، للأسف الشديد بعد لم نلتفت إلى الرابط الموجود بين أداء هذه الحقوق وولاية أهل البيت سلام، مع أنهم سلام الله عليهم أوضحوا لنا وصرحوا بوجود العلاقة الوطيدة بين أداء حقوق حق المؤمن وبين ولايتهم سلام الله عليهم. إذا راجع النصوص نجد مجموعة من الروايات، منها ما رواه ثقة الإسلام الكليني أعظ الله مقامه في أصول الكافي عن المعلى بن خنيس، وهو غني عن التعريف، دخل على الإمام الصادق سلام الله وسأله عن حق المؤمن. يا ابن رسول الله، ما حق المؤمن؟ فقال سلام الله عليه: سبع حقوق واجبات، ما منها حق إلا أوجبه الله عز وجل. تعال شوف التعبير الآن: إن ضيع منها واحدا خرج من ولاية الله. طبعا ولاية أهل البيت هي ولاية الله، احنا ما عندنا ولايتين، عندنا ولاية واحدة، ولاية أهل البيت هي ولاية الله عز وجل. من أطاعكم فقد أطاع الله. هناك عبارة في نفس الرواية أصرح من هذه العبارة، أوضح من هذه العبارة، عبارة واضحة جدا. يقول المعلى بن خنيس: فقلت سيدي وما هما، ما هي، ما هي هذه الحقوق؟ فقال سلام الله عليه: إني مشفق عليك، أخاف أن تعلم ولا تعمل، وتحفظ ثم تضيع. الإمام سلام الله عليه يقول: أنا أخاف عليك، إذا علمت بهذه الحقوق ما تأديها. يقول: فقلت لا قوة إلا بالله، يعني أستعين عليها بالله عز وجل. الإمام بيّن هذه السبعة، أنا ما راح أبيّن، فقط راح أبيّن الأول منها، ومن أراد أن يراجع تلك الحقوق فليرجع إلى المصدر أصول الكافي. يقول الإمام: أولها وأيسرها أن تحب له ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك. ماذا تحب لنفسك؟ تحب أن الناس يحترموك، فعليك أن تحترم أخاك. ماذا تكره لنفسك؟ تكره أن يغتابك الناس، فلا تغتب أخاك المؤمن. تكره أن ينال منك أحد من الناس، فلا تتحدث على أخيك المؤمن. هذه أيسر تلك الحقوق كما يقول الإمام الصادق سلام الله. هناك واقعا حقوق صعبة جدا، صعبة للغاية، يذكرها الإمام سلام الله عليه إلى أن ينتهي من ذكرها. ثم يقول: وإذا فإذا فعلت ذلك، يعني أديت هذه الحقوق السبعة، لاحظوا التعبير، فإذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايتنا وولايتنا بولاية الله.
إذن أداء حق المؤمن يقوي العلاقة بأهل البيت، أداء حقوق المؤمنين يقوي الرابطة بأهل البيت سلام الله عليه. احنا دائما نسأل كيف أقوي علاقتي بأهل البيت، شلون أخلي هذه الرابطة رابطة الولاية قوية وشديدة للغاية. للأسف أقولها أن هذه المساحة، مساحة الحقوق، عند كثير من الناس مغفول عنها. عادة ما تتوجه الأذهان إلى تلك الوسائل المعروفة، وأنا لا أريد أن أقلل من قيمة تلك الوسائل، بل علينا أن نحافظ على تلك الوسائل. وسائل المعروفة، حضور هذه المجالس، البكاء، التفاعل، هذه الشعائر التي تربطنا بهم سلام الله عليها، هذه لها مفعولها القوي في تحقيق رابطة الولاء القوية. لكن هذه لوحدها ما تكفي، علينا أن ننفتح على الساحة الأخرى، وهي ساحة الحقوق والواجبات. هذه الساحة ساحة مهمة جدا لتوطيد العلاقة بأهل البيت سلام الله عليه. نحن نستصغر قدرها، وهذا ديدن البعض للأسف الشديد، حيث أن بعض الأعمال يستصغر قدرها بينما هي عند الله عز وجل عظيمة، خصوصا الحقوق. ذنون المصري الآن، بغض النظر عن صحة هذه القصة من عدم صحتها، أنا أريد فقط اللفتة التربوية الموجودة فيها. ذنون المصري كان لجار يهودي، هذا طبعا ذنون المصري معروف بمسلكه، مسلك التصوف. كان إلى جار يهودي، وكان دائما يناقشه ويدعوه للدخول في الإسلام، واليهودي معرض عنه. يوم من الأيام في أيام الشتاء، الجو كان بارد شديد البرودة، الثلوج غطت الأرض، خرج ذنون من داره فرأى جاره اليهودي يلقي حبات من القمح، عند 4 حبات 5 حبات في يده، يفرقها في الجهات على الثلج، يلقي حبة في هذه الجهة ثم يتحول إلى جهة ثانية، يلقي الحبة الثانية، يتحول إلى الجهة الثالثة، يلقي الثالث، وهكذا فرق تلك الحبات قليلة من القمح. اتعجب ذنون، التفت إليه، قال: ماذا تصنع؟ ولم تلقي هذه الحبات من القمح على الثلج؟ قال: أنت تعلم أنه في ظل هذه الظروف القاسية، الجوية القاسية، الطير عادة لا يصل إلى الطعام إلا بمشقة، فأنا أريد أن أخفف على بعض الطيور، ورحمة بها أقدم لها طعامها بسهولة. ذنون قال: ولم تفعل ذلك؟ قال: لله، ما أريد شيء آخر. ذنون قال: إن الله عز وجل لن ينظر إليها، فلا تتعب نفسك، أنت يهودي. التفت اليهودي، قال: نظر إليها أم لم ينظر إليها، بالنتيجة راح تشبع 4 أو 5 من الطير. يقول ذنون: بعد ذلك تحول هذا الجار إلى منطقة أخرى، وانقطعت أخباره عني. مضت سنة، سنة من السنين، يقول: بين أنا أطوف بالبيت الحرام، الله يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام، يقول: أنا أطوف بالبيت الحرام وإذا بي أسمع صوت مناجات وبكاء. هذا الصوت مو غريب، طرق سمعي كثيرا. يقول: التفت إلى جهة الصوت، وإذا بأتفاجأ أشوف هذا جاري اليهودي يطوف بالبيت ويناجي الله عز وجل ويبكي. قلت: يا سبحان الله، أنا أجهدت نفسي حتى أحوله إلى الإسلام فلم يتحول، فكيف تحول إلى الإسلام؟ يقول: أخذت دافع الطائفين حتى وصلت إليه، سلمت عليه، قلت له: ألست أنت فلان جاري اليهودي اللي كان يهودي؟ يقول: التفت إليه، قال: نعم أنا هو.
يقول فقلت له متى انتقلت إلى الإسلام وكيف انتقلت إلى الإسلام؟ يقول فأجابني بهذه العبارة، قال يا ذا النون إن الله عز وجل نظر إليها وقبلها. شو يقول؟ ببركة هاي الحبات اللي رحمت بها 4 من الطير أو 5 من الطير، بهاي بركة الحبات القليلة الله عز وجل فتح لي بابا إلى الهداية. شوف أنت تستصغر قدر الحقوق، حق حيوان، حق حيوان، هذا الحق إذا أديته الله عز وجل يفتح لك أبوابا وأبوابا ورحمة، فكيف إذا أديت حق أخيك المؤمن؟ للأسف الشديد هناك عدم مراعاة لحقوق المؤمن. للمؤمنين حقوق يجب مراعاتها. الطرقات مثلا، الطرقات لها حقوق، لها ضوابط، لها آداب في الإسلام، يجب أن تراعى هذه الآداب. شبابنا الله يخليهم، الله يعزهم، الله يحفظهم ويوفقهم في الحياة، كن يلتفتون جيدا يراعون هذه الحقوق. التسكع في الطرقات بلا مبرر يؤذي المؤمنين، وكثير ما تصل الشكاوى من المؤمنين، كثير ما تصل الشكاوى من المؤمنين من جراء التسكع في الطرقات. للمؤمنين حقوق بلا شك ولا ريب. على كل حال، إذن هذه الحقوق يجب أن تراعى. عدم مراعاة هذه الحقوق أحيانا يحرم الإنسان من الرحمة واللطف الإلهي. أذكر لكم قصة ذكرها أحد العلماء الأعلام رحمة الله عليه، واحد من كبار العلماء توفق قبل عدة سنوات، والقصة حصلت تقريبا قبل 50 سنة. يقول كان لي صديق يعمل في إحدى المؤسسات الكبرى في إحدى البلدان الإسلامية، مؤسسة تجارية كبيرة جدا، وكان يعمل في قسم الملفات، هو المسؤول عن حفظ ملفات تلك المؤسسة، خصوصا الملفات الخطيرة التي تنطوي على الأسرار الخطيرة لتلك المؤسسة، كان هو الموكل بحفظها. يقول يوم من الأيام المدير طلب ملفا من تلك الملفات الخطيرة، هذا يقول بحثت عن ذلك الملف فلم أجده، جئت إلى مكتب المدير أخبرته أني بحثت عن الملف لكن لم أظفر به. يقول فاستشاط غيظا، قال لي عد وابحث، عد إلى المكتب وابحث بحثا دقيقا عن هذا الملف، لأن الملف ملف خطير فيه أسرار المؤسسة، ولا تأتني إلا والملف معك وإلا فأنت مفصول. يقول هذا المسكين رجعت إلى المكتب، أخذت أبحث أقلب في الملفات فلم أظفر بذلك الملف. يقول كأنما الأرض ابتلعته. يقول حتى انتهى الدوام، انتهى الدوام، خرج المدير وخرج الموظف. يقول كان فكرة مشغول، كان فكري مشغول بهذا الملف، خرجت. يقول حتى الصلاة أخرتها، صلاة الظهر والعصر أخرت، ما صليت، ما عرفت أصلا أصل. يقول لما خرجت من المؤسسة كان في مسجد صغير على قارعة الطريق على جانب الطريق، يقول دخلت المسجد صليت، يقول ثم أخذت أدعو الله عز وجل أن يخلصني من هذه المشكلة وأتوسل بأهل البيت سلام. يقول أخذت أبكي أتضرع. بعد ذلك خرجت من المسجد قاصدا إلى الدار، إلى داري، إلى بيتي. يقول أنا على باب المسجد التقيت برجل لأول مرة ألتقي به، بيده قصاصة ورق، قال لي إن حل مشكلتك عند فلان، هذا اسمه وهذا عنوانه. يقول أعطاني القصاصة ومضى. يقول ما أدري من هذا، أخذت القصاصة
أخذت أسأل عن ذاك الرجل، يقول تبين لي بأن هذا الرجل عارف من العرفاء الكبار جدا في ذلك الزمن. طرقت الباب عليه، خرج رجل كبير في السن، لحيته بيضاء. سلمت، رد علي السلام. يقول بعد السلام التفت لي، قال أنت فلان ابن فلان؟ قلت يا سبحان الله، كيف عرف باسمي؟ قلت نعم. يقول أدخلني الدار، جلست. قبل أن أتحدث بمشكلتي قال إني أعلم ما هي مشكلتك، أنت قضيت كذا 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 كذا. يقول وكأنه حاضر معنا. يقول قلت له فما الحل، ما هو الحل؟ قال قبل أن تسأل عن الحل يجب أن تعرف السبب، السبب الذي أوصلك إلى هذه الحالة، إلى هذه المشكلة. يقول قلت له ما السبب؟ قال أليست كانت بينك وبين زوجي أختك قبل 4 سنوات خصومة، تفاقمت هذه الخصومة إلى قطيعة طالت حتى أختك. يقول أنا تسمرت في مكان، يعرف كل شيء هذا الرجل، تبين. يقول قلت له نعم. قال أليس زوج ألم يمت زوج أختك بعدها بأشهر؟ قلت له نعم. يقول فسألني ما حال أختك وأولادها؟ يقول أنا من الخجل طأطأت برأسي. قلت له ما أدري عنه، ما أدري عنه. يقول فقال لي ألا تخجل من نفسك، أنت بينك وبين زوج أختك خصومة، والله عز وجل اختار زوج أختك، فما هو ذنب هذه المسكينة أختك، وما هو ذنب الأطفال، أطفال أختك، أولاد أختك، فهم يعيشون في حالة يرثى لها من الفقر، والذي جرى لك بسبب. يقول لما سمعت بذلك خرجت من عنده مسرعا إلى بيت أختي. يقول طرقت الباب، خرجت أختي، يقول أول ما نظرت إلي بلا سلام حالا التفتت إلي، قالت أنت ما فيك ذرة من الإنسانية، أنت مو أنا ما طالبك بالأخوة، حق الأخوة، أنت إنسانية ما فيك، إن كانت بينك وبين زوجي خصومة فما ذنب هؤلاء الأطفال؟ يقول نظرت إلى أطفالها فتقطع قلبي. يقول شفتهم يلبسون ثياب رثة، التفت إلى الدار، شفت الدار أصلا ما فيها مؤنة، أكل ما. يقول فأخذت أبكي، مسكت رأسها قبلتها، طلبت منها السماح، أعتذر منها. يقول بعد إلحاح شديد وبكاء وكذا، يقول قلب الأخت عادة يرق على أخيها، رق قلبها وقالت لي لقد سامحتك. يقول خرجت من عندها مسرعا، قصدت السوق، اشتريت المؤنة، مؤنة الدار، اشتريت بعض الملابس البسيطة للأولاد وجئت، دخلت. يقول صرت أطعم أولاد أختي بيدي وأنا أقول اغفروا لي هذه الخطيئة. يقول على كل حال خرجت من تلك الدار وقد ذهب ذلك السخط، سخط وغضب أختي علي. رجعت إلى داري، أصبح الصباح، قصدت المؤسسة. يقول أول ما طبيت المكتب وإذا بي أرى ذلك الملف على الطاولة. يقول يا سبحان الله، أنا قلبت المكتب فوق، يعني قلبت المكتب ما خليت زاوية من زوايا إلا وبحثت فيها فلم أجد. شوف الله عز وجل أعماه عن رؤية هذا الملف حتى يلتفت إلى حق أخته، حتى يلتفت إلى هذا الحق المضيع. شوف، إذن علينا أيها الأحبة أن نراعي ساحة الحقوق، فساحة الحقوق إذا راعيناها سنرضي أهل البيت،
أما إذا لم نراعي هذه الساحة سنسقط أهل البيت. هذا شيء طبيعي، ما أحتاج إلى دليل وبرهان فلسفي، فقط أعطيك دليل وجداني، دليل وجداني مختصر ولن أطيل عليك. أنت شايف علاقة الأب بأبيه بابنه، الأب وابنه، الابن إذا يحترم من قبل الغير يشعر الأب هم كذلك بأن الاحترام قد طاله، لكن إذا يجي واحد ويؤذي هذا الابن، الأذية مو فقط للابن، الأب هم كذلك يتأذي. أنت جنابك الآباء، أنا أخاطب الآباء لأنهم أعرف من غيري، والأمهات، إذا يجي شخص ويحترم ابنك تشعر بأنه يحترمك أم لا؟ لكن إذا يجي شخص ويسيء إلى ابنك، يؤذي ابنك، تشعر بأن الأذية قد طالتك. لاحظ زين، أهل البيت سلام الله عليهم، ما هي العلاقة التي تربطنا بهم؟ علاقة الأبوة المعنوية، أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمور. والأبوة المعنوية ترى أقوى من الأبوة النسبية، أقوى من الأبوة النسبية. أبوة المعنوية يقول عنها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: أشد من يتم اليتيم الذي فقد أباه يتم يتيم فقد إمام زمانه ولا يقدر على الوصول إليه. شوف احنا نعيش أيتام واقعا في عصر الغيبة الكبرى، هذا العصر الذي نحن نعيشه، غيبة إمامنا صاحب العصر والزمان لذكره أشرف الصلوات. نعيش اليتم الحقيقي، يتم حقيقي، لا نستطيع الوصول إلى إمام زماننا. أسأل الله عز وجل تعجيل الفرج، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته وأنفذ أمره واشدد أزره واعمل اللهم به بلادك وأحي به عبادك. إذن إذا جاء أحدهم وأذى المؤمن، آذى هذا المؤمن، الأذية فقط وفقط تقتصر على المؤمن؟ لا، الإمام أيضا يتأذى، لأن علاقة الأبوة المعنوية قائمة. وبالعكس، إذا أكرمت المؤمن وحفظت أخاك المؤمن، الإمام هم كذلك يفرح ويسر. والروايات في هذا الإطار كثيرة جدا، كثيرة جدا. لأما سلام الله عليهم يفرحون حينما يعمد هذا المؤمن لقضاء حوائج إخوانه المؤمنين، كثيرة هي الروايات. إمام الكاظم سلام الله عليه ألم يكتب لذلك الرجل ذلك الكتاب: إن لله عز وجل ظلا تحت عرشه ظلا. مضمون كتاب الإمام سلام الله عليه: لا يظله إلا من نفس عن أخيه كربة أو قضى له حاجة وهذا أخوك والسلام. يأخذ هذا الرجل الرسالة من الإمام ويقصد إلى الوالي على الري، وكان من القائلين بإمامة الإمام الكاظم. ذاك الوالي يشطب كل الضرائب التي سجلت على هذا الرجل المؤمن وأثقلت كاهله، ومو فقط هذا، يقاسمه ثروته، يغنيه، يطلع وهو غني، فيقول له: أو هل سررتك؟ فيجيبه: أي والله وقد زدت على السرور. يطلع يقول: كيف أجازي هذا الرجل؟ عزم على حج بيت الله الحرام، والدعاء للرجل، حج بيت الله، دعا له، ثم خرج من مكة متوجها إلى المدينة ودخل على الإمام الكاظم سلام الله. يقول: صرت أحدث الإمام سلام الله عليه بما فعل الرجل. يقول: أنا أحدث الإمام، أرى وجه الإمام يتهلل فرحا،
قلت سيدي ومولاي أوسرك ما صنع هذا الرجل؟ فأجاب الإمام أي والله لقد سر جدي أمير المؤمنين، والله لقد سر جدي رسول الله، والله إنه سر الله عز وجل في عرشه. لاحظ هذه الأمور كان يركز عليها أئمتنا كثيرا، يحثون عليها حثا أكيدا، فيكون راعي هذه الحقوق. أنتقل إلى السيرة، كتب السيرة تقول لما مات معاوية بعث يزيد برسالة إلى المدينة إلى واليه على المدينة الوليد بن عتبة، وصلت الرسالة فتحها الوليد وإذا به يجد فيها أمر من يزيد بأخذ البيعة من الحسين خاصة ومن الناس عامة. أحضر الوليد مروان استشاره ماذا تقول؟ قال لو كنت مكانك لأمرت بإحضاره وطالبته بالبيعة، فإن بايع وإلا أمرت بضرب عنقه. الوليد لم يستسغ هذا القول، ولكنه بعث خلف الحسين سلام الله عليه. الحسين جالس مع بعض من مواليه وبعض بني هاشم. وصل رسول الوليد بلغ الرسالة إن الأمير يطلبك. الحسين التفت إلى من معه قال إن صدق ظني فقد هلك معاوية ويريدون أخذ البيعة مني ليزيد، ووالله لا يكون ذلك أبدا. قالوا ما أنت صانع يا أبا عبد الله؟ قال إني داخل عليه الساعة. قالوا إنه ليس بمأمون. فقال سلام الله عليه لا آتيه إلا متمكنا. التفت إلى فتيان بني هاشم وأمرهم بأخذ السلاح والاستعداد، فتقدموا يقدمهم أبو الفضل العباس سلام الله عليه. وصل الحسين إلى دار الوليد، التفت إلى فتيان بني هاشم أمرهم بالوقوف عند الباب وقال لهم إن سمعتم صوتي قد ارتفع فهجموا هجمة رجل واحد على الدار. ودخل بأبيه وأمه. لما دخل شاف الوليد ومعه مروان، سلم الحسين رد الوليد السلام، ثم نعى الوليد معاوية إلى الحسين فاسترجع الحسين. بعدها طلب الوليد البيعة ليزيد من الحسين، فقال الحسين أيها الأمير لا أراك تقنع ببيعتي سرا حتى أبايع جارا، فإذا دعوت الناس إلى البيعة دعوتنا إليها. فقال الوليد انطلق يا ابن رسول الله، يا أبا عبد الله انطلق على بركة الله. مروان يسمع التفت للوليد قال احبس الرجل وليبايع، فإن فاتك الساعة لا قدرت عليه بعدها أبدا. احبس الرجل وليبايع وإلا فاضرب عنقه. حسين يسمع، التفت للوليد قال أنت يا ابن الزرقاء تضرب عنقي أم هو؟ والله لقد كذبت وخسئت. ثم التفت إلى الوليد قال اعلم أيها الأمير إنا أهل بيت النبوة ومهبط الوحي ومعدن العلم، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق فاجر شارب للخمر مرتكب الفجور قاتل النفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. ارتفع صوت الحسين، مجرد ارتفع صوت الحسين وإذا بأبي الفضل وإخوته وبني هاشم يقتحمون تلك الدار، وقد بدا الغضب في وجه العباس. الله يرحمك يا مولى عطية. يصور هذا المشهد بأبيات جميلة، يقول هجمة اليوث الحرايب والشعور من الشراء، والسيوف على الأكتاف تلوح كلها مشهرة،
وبالفضل جدامهم والغضب لاحب غرته يصيح لحد والد الكرار وانا ضنوته زأر ورعد وانذه المروان بس من لحظته صاحنا عبدك يا خويا والأردان مشمرة عبدك وبمرك يا ابو السجاد امرني اشتريد والله لو تامر لطب الشام واخبصها وزيد حيدر الكرار ابونا ما يذلنا احنا يزيد واحنا معروفين كلنا سباع عند الزمجره وحورب ابن الحنفية ونشر شعره على الأكتاف وصاح كل نشبال حيدر لا نذل ولا نخاف ومن بريق السيف بيده الوليد للموت شاف حفت ببدر المجيد ذيج النجوم المزهرة ما حلاهم يوم حفوا حول عزهم ينتخون لولهم حصلت الرخصة يعلم الله ش يفعلون كلهم حيود وضراغيم عالهضم ما يصبرون نكسوا روس الأعادي وطلعوا اليوث الشرى الله هاي الأبيات تبعث على السرور والنشوة لكن بعد ذلك ينتقل ملا عطية إلى مشهد آخر هذا المشهد يقطع القلب شوف المؤمن لما يسمع بشجاعة أبي الفاضل شجاعة محمد بن الحنفية شجاعة فتيان بني هاشم يشعر بالسرور والفرح لكن تعال شوف ماذا يقول بعد ذلك ملا عطية الله يرحمه يقول لكن مدري غابت هالعشيرة وين عن زين العباد يوم قادوه بحبل يمشي ويسحب بالأقياد والحرم خلف حواسير اعذروني يا سادة على هاي الكلمة والحرم خلف حواسير والأهل عنه بعاد والخلق تتفرج راس العشيرة مشهرة ليت حضرة وفكة والسجاد من قيد الحديد وعاين الفاجر يسوم حريمهم سوم العبيد يا الله هذا البيت يقطع قلوبكم يا سادة أويلي آه يا زينب صيح آه يا زينب لمن أنتي من هذا البيت أويلي وعاينو ذيك الوديعة مكتفة بمجلس بين عادي مسلبة وبيتها مخوها محيرة تقول أنا مو عادتي أقعد بديوان ولا تشلمت يا حسين عدوان أويلي أنا وين الدواوين ماني مخدرة عباس وحسين اي ماني مخدرة عبايا يا ياس وحسين اه يا زينب انا زينب يا خلق أنا زينب كلكم تعرفوني أبيات مجية أنا زينب كلكم تعرفوني مخدرة حيدر علي سموني أخ كلكم تعرفون منه كافلي أنا سبع القنطرة يباري لي وينك يا أبو فاضل عن زينب
أنا سبع القنطرة يباري إلي يلزم الناقة ويباري محملي وامشي والهيبة تحوط ضعوني وامشي والهيبة تحوط ضعوني أنا خدري يا خلق ما لمثيل أنا خدري يا خلق ما ل... يا خلق ما لمثيل أنا زينب بنت علي حامد دخيل بس عجيب شلون أمشي على الهزيل ولا كفيل ولا أخوي باريني ولا كفيل ولا أخوي باري يتحمل قلبك هذا المقطع تقول أنا شفت مصاب ما شاف بشر أنا شفت مصاب ما شاف بشر شفت الله وينكم يا سادة شفت ظل عمي ورا الباب انكسر أنا شفت مصاب ما شاف بشر شفت ظل عمي ورا الباب انكسر شفت أمي شلون تتلوى بقهار تقول ما أريد العدا يحضروني تقول ما أريد العدا يحضروني آخ آخ أويل يا ويل يا ويل يا ويلي آخ بغيرة الله لا تسألوني بعد عن أخوي حسين ما لي جلد أطلب من الله يعطيني المدد وش كثر هذا الجرح ما ذيني وش كثر هذا الجرح يجويني آخ آخ ويلي أنا شفت حسين مرمي على الثرى يا الله هذا المقطع خليه يوم عاشوراء هذا المقطع ما يقرأ إلا يوم عاشوراء لكن خلينا نعيش ويا العقيلة زينب ختام المجلس إذا عندك حاجة حضرها ختام المجلس نعيش ويا العقيلة زينب سلام الله عليها تقول واويلي على المظلوم على المظلوم واويلا واويلي تقول أنا أمي الحزن زينب ونيراني الحزن بحشار تسري وبعد أخوي حسين ما أريدن أبى الدنيا أنا اللي شفت جسمه ورحت ميسرة ويعداي وخليته وردت جسمه بيد القابرة نزلن وأولي على المظلوم على المظلوم وأولى لا يبقى شاب ساكت وأولي تقول أنا اللي شفت نار لكن نار رشد منا نار حرقت خيمتنا ونار حرقت باب الدار أنا اللي اعذريني سيدتي ومولاتي
الرخصة منك يا صاحب الزمان. أنا اللي شفت صدري واحدها الشمل مسمار، واحد كربلة خبرك خيل القمر الظن. واويل واويلي أنا اللي فجعني البيت بهلي وصريت مفجوعة، وأنا الشاهد تشفين إلى العباس مقطوعة. هذا البيت راح يقطع قلبك. وأنا الشفت أخوي حسين كل هم كسر ضلوع، أنا الشيفت أخوي حسين كل هم كسر ضلوع. وولي وولي على المظلوم على المظلوم، أنا الدهر دول ابني وخلى مهجتي نصيف، وأنا الحزن ذوبني وأنا اللي شفت طشتين، شبد الحسن في واحد واحد فيه راس حسين، شبد الحسن في واحد واحد فيه راس حسين. وويلي وولي على المظلوم على المظلوم وويلا. هذا البيت وأسألكم الدعاء. تقول أنا اللي شفت سهم بعين أبو فاضي، أنا اللي شفت سهم بعين أبو فاضل وسهم الشلع قلب حسين. أحسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشاربها؟ يا الله يا الله يا الله يا الله، يا من لا يقال لغيره يا الله، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا. اللهم عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج، اجعلنا اللهم من أنصاره وأودائه والمجاهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك. في هذه الساعة وفي كل وليا و
وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبلغه عنا أفضل السلام والتحية واردد علينا منه السلام. اللهم إنا نتوجه إليك ببقيتك الأعظم صاحب العصر والزمان وبآبائه الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم احفظ وسدد وأيد حماة الدين. اللهم ومن أرادنا بسوء فأرد، ومن كادنا فكده، واجعلنا من أحسن عبيدك نصيبا عندك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا سقيما إلا شفيته لا سيما المنظورين، ولا أسيرا إلا فككته لا سيما أسرانا. اللهم فرج عنهم فرجا عاجلا غير آجل، بجاه نبيك نبي الرحمة محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم إخواني الحاضرين والمؤسسين، أخواتي المستمعات، من أوصاني بالدعاء، تقبل اللهم أعمالهم، اقض حوائجهم، يسر أمورهم، وفقهم لما تحب وترضى. وإلى أرواح موتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما إلى أرواح الشهداء والعلماء وخدمة أبي عبد الله الحسين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.